سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم. سيادة الرئيس وجه بفتح فروع جديدة للشهر العقاري وإتاحتها أيضا للفترات المسائية للمواطنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة ألمينيا للحديث عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أسعد الله صباحك وصباح كل المصريين بكل سعادة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك إزاي شفت توجيه السيد الرئيس بهذا الأمر يوم أمس؟ تحليلك لمطالب رئيس الدولة المصرية في يعني موضوعات ربما بتمثل المواطن بشكل كبير، قصة الشهر العقاري وأيضا قصة السرعة في النظر القضايا الخاصة بالمحاكم. عايز أقول لحضرتك المتابع عن كثب لتوجيهات السيد رئيس الدولة في إعادة بناء الإنسان المصري، هذه العبارة التي طالما كررها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة بناء الإنسان المصري. الإعادة للبناء لا تكون من خلال المنظومة الاقتصادية فقط، تلك التي آمن بها السيد رئيس الدولة، ولكن من خلال تشريعات حرصت الدولة المصرية وقائدها على تعديل هذه المنظومة التشريعية من 2014 إلى الآن. ويحرص السيد الرئيس رغم انشغاله ورغم تدفق وتدافع الأحداث على متابعة هذا الأمر بصفة شخصية، وكل الراصدين في النطاق في المجال القانوني يرصدوا ذلك. وما منا ببعيد كيف تصدت الدولة المصرية قبل أن أتحدث عن التشريعات والتقاضي إلى مواجهة كافة صور العنف الواقعة على المرأة. لا أنكر كيف تصدت التشريعات المصرية بتوجيهات من فخامة رئيس الدولة إلى سن قوانين لم تكن موجودة، وما المادة 306 مقرر التي واجهت ظاهرة التحرش بعقوبة رادعة. أعتقد أن أقول لمستنا كلنا وشفنا تأثيرها بالفعل. صحيح. عايز أقول لحضرتك المشرع الألماني نقل عن المشرع المصري المادة 306 مقرر حرفيا مع الترجمة. فعلا صحيح على عدد من الأخبار. حقيقي. عايز أقول لحضرتك نحن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قننت جريمة ختان الإناث عام 2021 بالقانون 10، وفرضت عقوبات تصل للسجن المؤبد حتى يواجه كثافة الصور العنف الواقعة على الأنثى. عايز أقول لحضرتك المشرع المصري طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الدولة حفظ حقوق المرأة التي تكون محل لجريمة التعرض للأنثى أو التحرش أو بإخفاء بياناتها، وأصدرنا قانون وقنناه وإن من حقها إن محدش يعرفها. وهذا القانون وضع في متن قانون الإجراءات في المادة 114. عايز أقول لحضرتك هذا المجال الدولة المصرية الذي يتابع لا تبني في مجال وتترك مجالات، بنت طيب. آخر في مجال الاستثمار يا فندم، قانون حوافز وضمانات الاستثمار، قانون الضريبة الموحدة التي مهد الأرض الخصبة لجذب الاستثمار. عايز أقول لحضرتك المشرع المصري بموجب القانون 1 لسنة 2020 أعاد تنظيم البناء والتصالح فيه. عايز أقول لحضرتك حمل المشرع المصري وواجه جريمة تكاد تزعج العالم، ولدرجة أن احنا بنسميها الجريمة المنظمة، وهي الإتجار بالأعضاء البشرية. وكانت 6-7 سنين كافية أن يعدل القانون 5 لسنة 2010 بالقانون 142. دكتور مصطفى، يمكن يعني العدل أساس الملك زي ما كلنا عارفين، ويمكن سن هذه القوانين مهم جدا جدا للمواطن المصري أنه يشعر بالأمن ويشعر كمان بالعدالة. فيمكن امبارح سيادة الرئيس وجه كمان بسرعة إنهاء قضايا المواطنين يعني لتحقيق هذه العدالة والسلام المجتمعي، شفت ده إزاي؟ السيد رئيس الدولة كان قد نبه سلفا قبل اللقاء بتاع امبارح
وهو امبارح يتابع تنبيهاته، لا يصدر تنبيهات جديده ولكن يتابع تعليماته وتنبيهاته بسرعه الفصل في هذه القضايا، لان القضاء المصري عرف التقاضي الالكتروني، التقاضي عن بعد، لان هذا القضاء يحقق فاعليه وانجاز، والنيابه العامه فعلت هذا الكلام بانشاء برنامج العداله الرقميه، والسيد النائب العام انشا مركز المحامي العام لإدارة البيان والإرشاد والتوجيه لرصد هذه المخالفات وسرعة الفصل فيها إلكترونيا. التقدير الإلكتروني. السيد الرئيس يعلم ويؤمن أن الأسرة المصرية هي نواة الانطلاق للمستقبل، ولذلك حضراتكم لو تتذكروا معي تلك اللجنة الحكيمة الرشيدة التي أسسها السيد رئيس الجمهورية وخاطبها بسرعة الإنجاز في قانون الأحوال الشخصية ووضع ضوابط تحفظ حقوق الطرفين وتحفظ الأسرة باعتبارها نواة المستقبل. عايز أقول لحضرتك، لو حضرتك شفت بعض الجرائم الجسيمة التي وقعت في بعض الخارجين زي المنصورة في قضية عفوا محمد عادل ونيرة، ولا قضية كذا ولا قضية كذا، لو حضرتك حسبت فترة التقاضي لصدور حكم هتلاقيه لن تتجاوز شهر. بس هل ده بيحصل مع كل القضايا ولا قضايا الرأي العام بس يا فندم؟ عايز أقول لحضرتك أن السيد المستشار عمر مروان يطالب السادة رؤساء المحاكم شهريا بإصدار إحصائية عما تم تقديمه وما تم الفصل فيه، ليتابع الآخر ما أصدره السيد رئيس الدولة من تعليمات بوجوب رد الحقوق لأصحابها ردا جميلا. يعني الحقوق لما بترجع بسرعة بنقول الطردية القضائية هدت نفوس الناس. يمكن ده كمان مهم جدا ان المواطن يكون حاسس انه في قانون بيحميه، لكن كمان مهم انه يحس انه سرعه الفصل في هذه القضايا سريعه عشان يقدر ياخد حقه بسرعه من غير ما يستنى زي ما كنا بنشوف قبل كده سنين بقى في المحاكم، وكان الشخص يعني اللي بيعتدي يعني يقول له روح بقى المحاكم هنقعد كتير. لكن النهارده قادرين فعلا زي ما حضرتك طبعا قلت على أمثلة من القضايا للرأي العام قدرنا نشوف الفصل فيها في خلال يمكن شهر أو أقل، ومن خلال منظومة بشرية، قضاة عدول يحققوا. السيد رئيس الدولة يعني بذلك، ويعني بتوجيه بعض يعني الروافد القضائية، يعني اللي تابع الفترة اللي فاتت السيد رئيس الدولة وهو يوجه بدراسة بعض فروع القانون المتخصصة. صحيح. التي يحتاجها السوق المصري. السيد رئيس الدولة قال كده تحديدا. السيد رئيس الدولة يعني بإعادة الإرياحية للنظام القضائي المصري الذي أثقلته كمية القضايا. مش عايزين ننكر أن هناك كمية كبيرة من القضايا يا فندم. هو زي ما حضرتك قلت، هو يعني هو إصلاح في البنية التشريعية، يقابله أيضا إصلاح في البنية الإلكترونية. عدد كبير من الجهود ربما يعني ذكرها المستشار عمر مروان امبارح في لقاء امس مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكرك الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بجامعه المنيا على هذا التوضيح وهذا التحليل، شكرا جزيلا لحضرتك.